السلام عليكم ورحمة الله، ونرحب بكل من يتابعنا على قناة التميز. واليوم سوف نشرح كيفية حذف الصور والألبومات الخاصة بجوجل بلس وبكاسا من الاستوديو. طبعا كثير من المستخدمين يعانون من مشكلة تزامن الصور والتي تظهر عادة داخل الاستوديو وعليها شعار البكاسا أو الكرة الملونة كما ترى معي هنا. لاحظ معي هذه الصورة هنا عليها شعار بكاسا، هذا يعني أن هذه الصور تم رفعها أو تم أخذ نسخة منها وإضافتها داخل موقع جوجل بلس وأيضا داخل موقع بكاسا، وبالتالي إذا أردنا حذف إحدى هذه الصور لن يظهر لدينا هنا خيار الحذف، عكس الصور الأخرى. لو أردنا حذف إحدى الصور الأخرى ستلاحظ أن خيار الحذف هنا موجود. وسبب عدم القدرة على حذف هذه الصور وهو تفعيل ميزة المزامنة، ونأتي الآن إلى كيفية إزالة جميع الصور التي عليها مزامنة من الاستوديو. في البداية نذهب إلى خيار الضبط ونختار من هنا حسابات، ونذهب إلى خيار جوجل وتختار من هنا الحساب الذي عليه مزامنة، ونقوم هنا بإزالة التحديد عن مزامنة جوجل بلس وأيضا عن مزامنة ألبومات الويب بكاسا ومزامنة التحميل التلقائي على جوجل بلس. والخطوة الثانية الآن نتوجه إلى مدير التطبيقات بالذهاب إلى الضبط ونختار من هنا المزيد ونختار مدير التطبيقات، وهنا نذهب إلى خيار الكل ونبحث عن تطبيق الاستوديو ونضغط الآن على تطبيق الاستوديو، ونقوم الآن بالضغط على خيار مسح التخزين المؤقت ونضغط الآن على خيار مسح البيانات. ستنبثق لدينا هنا رسالة سيتم حذف جميع بيانات هذا التطبيق بشكل دائم. طبعا الملفات والصور التي سيتم حذفها هي فقط الصور التي عليها مزامنة، أما باقي الصور فلن يتم حذفها إطلاقا. نضغط هنا على خيار موافق. طبعا نذكر هنا بأن الصور سيتم إزالتها فقط من الاستوديو ومن الجوال فقط، ويبقى هناك نسخة من هذه الصور موجودة داخل موقع بكاسا وجوجل بلس، والتي سوف أقوم بشرح طريقة لحذفها من الموقع على الإنترنت. الآن نذهب إلى الاستوديو لنرى إذا تم مسح الصور أم لا. ندخل إلى الاستوديو ونبحث عن الصور. لاحظ هنا تم حذف جميع الصور التي عليها مزامنة. تحياتنا إليكم، دمتم في حفظ الرحمن.